بس فهمني شو قصته معتز؟ ليش كان شيله؟ شو ذنبه؟ شو عامل؟ شوكات ابنك قصته كبيرة كتير، حمل ضرب طريقك وتيسر. ايوه فهمني. طيب اللي ياك شو بلي؟ لا شيء على صوتك بقى، اسمع وعزة الله، يا تاخذ ضرب طريقك تمشي يا ابن استك لعنده وبيستحرك فلا حشك لبك، فهمان؟ تعرف بقى طلع فيني هيك؟ وطوي الضبع وزعيمه خلصنا بقى اللي عم ضربكم ضرب. تفضل يا ابي تفضل. ما عم يرضى لا بحلال ولا بحرام، وهلا ابي راح لعنده لنشوف اذا رح يقدر يطلعوا لاخي معتز. الله يصلحوا لاخوك معتز، بضلوا عصبي يا عم. يا ابو النار اخي معتز ما له عصبي، بس هذا ابو جودات كبران راسه ومتحطط علينا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم على الزلمه. اللي عمي شو صار مع مرت عمه؟ تكي يا عمي، تكي وراجع لك. يلا. شو مرت عمي؟ عمي ابو النار عم يسأل، لسه بدك تفكري ولا شو؟ والله ماني عرفانه شو بدي اقول لك يا صهري. لك يا مرت عمي، انت ليش بتحبي تعذبيني؟ خلاص يا قولي ايه يا قولي لا. يا مو معه حق ابن عمي، خلاص يا قولي ايه يا قولي لا. لك يا مرت عمي، لك انا انهرى وشي قدام الرجال، خلصينا بقى. شو فيها يعني؟ شو فيها إذا طلع عنده ولد؟ شو فيها؟ ما فيها شيء. طيب صهري لا تعصب ولا تزعل ولا على بالك. شو بدك يعني؟ بدك يعني قول موافقة؟ خلص موافقة، منيح هيك تكرم عينك. إيه يا عيني عليكي، يعني نقول له العرس الخميس الجاي؟ إيه تكرم عينك، الخميس الجاي العرس، بس ليك صهري ما بطلع إلا من بيتي. ها إيه هيك ها؟ إن شاء الله ألف مبروك. تقبريني تقبريني فهمنا.